مساكم الله بالخير. هذه طاحونة هيليوس 80 عندي من فترة، بس بصراحة أنا أعترف أني ظلمت الطاحونة. فعليا أنا ما استخدمتها فترة طويلة جدا، يعني أعتقد ممكن 4 شهور كنت تاركها ما استخدمتها لعدة أسباب، ولكن ما كنت متوقع بصراحة، يعني ما كنت متوقع منها شيء الكثير، خصوصا أن الشباب اللي جربوها زي عبد الله العقيل، طبعا أنا وعبد الله اشترينا الطاحونة هذه في نفس الوقت، يعني في نفس بالضبط في نفس الوقت، لكن عبد الله استخدم الطاحونة، أنا ما استخدمتها، أنا كنت تاركها على جنب، وبصراحة كنت ناوي أبيعها، لكن لما أعطيتها فرصة جدا أبهرتني. طبعا ترسها 80، هذه نسخة 80، طالبها بريد سبيد، بس انه للأسف الترس ما توفر للحين، ف هذا موزع سانت أنثوني، يعجبني الموزع اللي بالستايل هذا. جميل جدا، بالنسبة لي أفضل من الأو سي دي، وهذا بعد من سانت أنثوني تامبر، خليك تكبس بدون ما يلعن.